دعونا نلقي نظرة على مثال رائع من أعمال روبنز موجود في معرض لوحات ألت مايستا في قصر وينسر. لن أخبركم باسم هذه اللوحة، إذ يمكنكم اختبار معرفتكم والتعرف على عنوان هذا العمل الفني انطلاقا من مقاطع فيديوهاتنا السابقة. يمكن معرفة الكثير بمجرد التمعن في هذا العمل. موضوع اللوحة تعامل معه سابقا تيتيان ورامبرانت وعدد كبير من الفنانين الآخرين. تعود الصورة إلى سنة 1613، وبالفعل لا لا لا، اللوحة لها علاقة بالشاعر المشهور أوفيد وبتحولاته، إذ يمكننا تصور أننا نتعامل مرة أخرى مع عدد من الآلهة. تعالوا لنقوم بإعداد قائمة مرجعية لهذا العمل الفني. يوجد على الأقل شخصية عارية واحدة فلنبدأ بها. هل يتماشى جسم الشخصية مع نموذج الجمال المثالي في ذلك العصر؟ الإجابة هي نعم، إذ ليس عبثا أن يتحدث المرء اليوم عن نساء روبنز. هل تحمل الشخصية صفات معينة؟ الإجابة هي نعم، إذ نرى هنا قوسا وجعبة تحتوي على سهام. هل هذا يعني أن وجودهم له علاقة بالصيد؟ مع القليل من المعرفة الخلفية في الميثولوجيا نكتشف أننا دخلنا عالم الآلهة والأساطير. سيدة آلهة الصيد هي ديانا، وحاشيتها تكونت فقط من نساء لأن الصيد كان بالنسبة للآلهة نشاطا للنساء اللاتي كن ملزمات بالعفة والعذرية. تجدر الإشارة هنا أنه حيثما وجدت امرأة عذراء مرغوب فيها إلا ما وجد أيضا إله على مقربة منها. اختلف مظهر الإله في كل مرة، فكان على شكل ثور مع أوروبا، وعلى شكل بجعة مع ليدا، وعلى شكلة مطر ذهبية مع دانا. ما يجب استنتاجه هنا هو أن زيوس كان دائما حاضرا بأي شكل من الأشكال. تعالوا نلقي نظرة أقرب على الشخصية الثانية في الصورة. تسقط هنا نقطة التعري في قائمتنا المرجعية. الجانب الفريد هو أنه من الغير الممكن تصنيف هذه الشخصية. هل نتحدث هنا عن رجل أم عن امرأة؟ الإجابة عن هذا السؤال صعبة جدا. إذا قمنا بتغطية الجسم والتركيز على الوجه والرقبة، يطغى التمثيل الذكري على الأنثوي، إذ يمكنكم حتى رؤية تفاحة آدم. إذا نتحدث هنا عن رجل يرتدي ملابس نسائية. تملك الشخصية أيضا بعض الصفات الأخرى كالنسر ورميد الباق بجانبه. هنا أصبح واضحا وجليا أن هذه الشخصية الغامضة هي زيوس. لكن لماذا ظهر زيوس هنا على شكل امرأة؟ في الواقع لنفس السبب الذي ظهر من أجله على شكل ثور أو بجعة أو أي إن كان. كيف كان لزيوس أن يصل ويحصل على عذراء عفيفة من حاشية الصيد، إذ كانت تديرها ديانا وتسهر على مراقبتها؟ الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعد جوز هو تحويل نفسه إلى سيدة الحاشية والاقتراب تدريجيا من الحرية التي اختارها، والتي بالمناسبة اسمها كاليستو. لم يعد بإمكان جوز التحكم في نفسه وأراد الاقتراب أكثر فأكثر من الحرية. هل ترون هذه النظرة ورأس المال قليلا؟ التقط روبنز هذه اللحظة ببراعة. لكن ماذا يقول تعبير وجه الحرية؟ أين وضعت يدها؟ ما رأيكم؟ هل ستكون هناك نهاية سعيدة؟ نراكم قريبا، وابقوا بصحة جيدة.